السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب. ان شاء الله على طول بتكونوا بخير. اليوم اصدقائي رح ناخذ مع بعض الدرس الخامس من سلسلة دروس تعلم الفرنسية المبتدئين، رح احكي فيه عن الصفات. يلا اتكلنا على الله بسم الله. Les adjectifs يعني الصفات. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن les couleurs يعني الالوان، et يعني و، les description 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 بهالطريقة هاي. وشو معنات هاي الكلمة؟ معناتها الأوصاف، يعني طويل قصير كبير صغير صغيرة جميل جميلة إلى آخره. رح نبلش نحن إن شاء الله مع الألوان لي كولور. هلا الألوان تقسم إلى قسمين، ألوان ثابتة وألوان غير ثابتة. رح نبلش بالألوان الثابتة لي كولور انفاريابل. Les couleurs invariables. شو يعني الألوان الثابتة؟ الألوان الثابتة يعني أنتو بتعرفوا أنه في مذكر ومؤنث باللغة الفرنسية. بالألوان الثابتة رح أعطيكم خمس ألوان، هن الألوان يلي هن نفسهم ما بيتغيروا، يعني إذا إجوا بالمذكر رح يضلوا نفسهم، وإذا إجوا بالمؤنث رح يضلوا نفسهم ما بيتغير، يعني ما بنشال أحرف وبنحط أحرف ثابتين. والألوان هن أول شيء رح نبلش به غوج احمر. لاحظوا معي هذا، شوفوا اخره شوي، شو في حرف الاو. هلا في ناس كثير بتفكر انه بس كل شيء يكون في حرفه او اخره يعني هو مؤنث، وهذا معلومة غلط. مو كل شيء اخره حرف الاو معناتها هو بيجي فقط للمؤنث، كمان بيجي للمذكر. يعني هي مو قاعدة صح 100%، غالبا ايه ممكن والغالبا ولكن مو دائما. وهلا بنروح على لون تاني، غوز. غوز شو يعني غوز؟ يعني زهري. اللون الثالث جون يعني أصفر. واللون الرابع هو ماغون يعني بني. واللون الخامس والأخير أصدقائي هو أورانج برتقالي. وهلأ منروح على لي كولور فاريابل. لي كولور فاريابل يعني الالوان الغير ثابته والالوان المتغيره. شو هي الالوان الغير ثابته والالوان المتغيره؟ بكل بساطه هي الالوان يلي بتتغير بالكتابه لما بتجي بالمذكر والمؤنث، على حسب اذا اجت مذكر بتنكتب بطريقه، واذا اجت مؤنث بتنكتب بطريقه مختلفه قليلا. ممكن تاثر على اللفظ وممكن ما تاثر على اللفظ، ولكن بتاثر بالكتابه بتتغير. رح نروح على الامثله مباشره لحتى نفهم الفكرة أكثر. غري شو يعني غري؟ يعني رمادي، اللون الرمادي طبعا بالمذكر. وهلأ للمؤنث بتصير، لاحظوا انتبهوا التغير شلون رح يتغير بالكتابة وباللفظ. غريز شايفين كيف؟ هاي غري مذكر، غريز مؤنث، اجا زيادة حرف او هلا لحتى يعني صار الاس يقرأ. هلا هون الاس مثل ما يكون شايفين مع ان اس قلنا از. هلا ان شاء الله رح تشوفوا بالتوصيفات، رح اعطيكم مثال رح يجي في حرف الاس بين حرفين صوتيا ورح نقرأه اس وليس از. انا قلت لكم سابقا انه بس يجي حرف الاس بين حرفين صوتيه، لان الاي والاو احرف صوتيه، فبيجي حرف الاس بيناتهم يقرأ از. رح يجي مثال اخر هلا بعد شوي رح نقرا اس، بس رح اقول ليش هونيك رح نقرا اس وليش هون قرانا از. وهلا بنكمل مع بعض اللون رقم 2 فير اخضر. شو بصير اصدقائي اذا صار مؤنث؟ لان الاخضر هون بالمذكر، بالمؤنث بصير فيرت. لاحظوا ضفنا بس حرف الاو، ضاف حرف الاو قرانا اللي قبله اللي هو حرف التاء. شوفوا كيف تغير بالكتابة وتغير باللفظ، هيك نحن بنسميهم الألوان المتغيرة. وهلأ بنروح على اللون رقم 3 فيولي يعني بنفسج طبعا بالمذكر. طيب شلون بصير بالمؤنث؟ فيوليت شايفين كيف بهالطريقة هاي. ضفنا له تي تانية او، نحن نقول دبلو تي. شو يعني دبلو تي؟ يعني تي تنتين، بنقول بالفرنسي دبلو تي. وهلا بنيجي للون رقم 4
بلون بلون يعني أبيض. الأ والإن إذا ما إجا بعده حرف صوتي ما بنقرأه آن، إذا إجا طبعا حرف صوتي بتقرأه آن أكيد. الأ والإن يقرأوا أن بهالطريقة هاي، أن بلون. طيب المؤنث شو بصير؟ بلانش بلانش. وهلأ منجي للي بعده، نواغ نواغ يعني أسود. شوفوا هلأ هون رح تتغير الكلمة بالكتابة ولكن اللفظ رح يضل نفسه. بالمؤنث نواغ نواغ نفس الشيء، لا ميم شوز نفس الشيء، بس الفرق انه هون حطينا او زيادة، لهيك لما بتحكوا حكي نواغ بنميزها انه هي مذكر ومؤنث على حسب الموقع من الجملة، على حسب نحن عن شو عم نحكي. بينما اذا كنا كاتبينها كتابة فسهل انك تميز انه هي مذكر ولا هي مؤنث، عم لانه نحن مسبقا ديجا مسبقا درسنا، بنكون درسنا الكلمة يعني. هذول الكلمات طبعا لازم تدرسوهم، هذا شيء اكيد، لانه الفهم لحاله ما بيكفي. ان كنت تفهموا المقطع هذا شيء ممتاز وبيفيدكم، بس انكم تدرسوا المقطع هون التفوق بيكون، انه تاخذوا الدروس اللي رح ننزلكم اياها على صيغه PDF وتدرسوها، هذا هو هون الانجاز بيكون. وهلا بنجي للون رقم 6، بلو بلو يعني ازرق. بالمؤنث بصير بلو نفس الكلمه، ولكن بس ضفنا عليها ضفنا زياده على الكلمه او. هلا هيك حبايبي نحن بنكون عطيناكم الالوان الاساسيه، يعني انا فت اكتشف مقاطع اليوتيوب حاطينها، يعني حاطين الالوان كلها مع بعض مخلطينها. انا حبيت اني يعني اعطيكم شوي شغله مميزه، انه افرق بين الالوان يلي ما بتغير بالكتابه وباللفظ كمان ما بتتغير، وبين الالوان يلي بتتغير على حسب اذا هي اجت مذكر والمؤنث. الالوان اللي فوق على حسب الجمله بقى بنعرف، سيارة حمراء، قلم أحمر، على حسب يعني بيجي مذكر مؤنث بس على حسب الجملة، ولكن المهم إنه هي الألوان اللي فوق ثابتة ما بتتغير، ما بتتغير مثل الألوان تحت مثل ما شفنا. هلأ رح نروح على الأوصاف اللي مثل ما قلت لكم عنها، رح أشرح لكم إياها بإذن الله. طبعا رح أعطيكم رح أعطيكم إن شاء الله يعني أوصاف، ولكن ما حأعطيكم كل شيء، ما حأوسع لكم فيها مثل الألوان، ما وسعت بكل الألوان الموجودة باللغة الفرنسية، أعطيكم الألوان الأساسية. وهيك رح أعمل مع الأوصاف. هلا بنبلش بأول شيء غرون للمذكر، طبعا نحن رح نبلش دائما المذكر بعدين بنعطي المؤنث. غرون يعني كبير وبتيجي بمعنى طويل، على حسب الموقع تبع الجملة بيجي، وأحيانا بتيجي بمعنى عظيم، رجل عظيم يعني، أو أمي عظيمة إلى آخره. طبعا أنتوا هلا درسوها هون بمعنى إنه بمعنى كبير، ورح احط لكم اياها طبعا بامثله ان شاء الله بالدرس القادم. رح نعمل مع بعض جمله اسميه ورح نحط نستخدم كل شيء اخذناه بالدروس الخمسه. الهدف من الدروس الخمسه هو كان انه نحن نصل لهالمستوى هذا، انه نحن نصير قادرين على انه نحن ناسس جمله اسميه، ورح يصير سهل علينا كثير انه بقى ناسس جمله فعليه ونصير نحكي لغه فرنسي من دون ما انه يعني نحكي مثل الهنود مثل ما مره شرحت لكم، من دون ما انه نحكي مثل الهندي اللي عم يحكي عربي مكسر. وهلا بنرجع لهون عشان ما نطول عليكم. بالمؤنث بتصير غوند غوند، قرأنا الدي لأنه إجا بعدها أو آخر الكلمة، غون غوند. بنجي على وصف آخر، بوتي بوتي يعني قصير وبتجي بمعنى صغير. طبعا احنا هون ركزوا على كلمة صغير مبدئيا، يعني هذا كبير وهذا صغير، هني عكس بعض. بالمؤنث بتصير بوتيت بوتيت يعني قصيرة أو صغيرة، وعلى حسب موقع من الجملة بنيجي الشرح. وهلأ بنيجي لرقم 3، بو بو يعني جميل. وللمؤنث بيل بيل يعني جميلة. طبعا في أوصاف هون بذكرها إلها معاني تاني، معاني تانية حسب شو بيجي من الجملة، بس أنا برجع بنوه يعني إنه أنا هون بدي إياكم تحفظوا الأساسيات، يعني الشغلات الأساسية، لأنه أنتم لساتكم بالمرحلة الأولى يعني. طبعا كلمة بيل بشو بتذكركم؟ ب بيل، لا تنسوها، بيل يعني مجرفة، بيل يعني جميلة. وهلا بننتقل على رقم 4، غرو غرو
وللمؤنث بتصير جروس جروس. لاحظوا أصدقائي، هون عنا اس تنتين دبلو اس. ليش هون حطينا دبلو اس؟ مشان نقدر نقرأ اس، نلفظها اس. بالمثال السابق قلنا غريز غريز، اجت اس وحدة بين حرفين صوتيين فقرأناها از. هون اجت الاس تنتين، يعني اجوا معي اتنين اس، فقرأناها اس وليس از. اس از اس از بهالطريقة هاي. وهلأ ننتقل على اللي بعدها. لون لون طويل، وللمؤنث بتصير لونج لونج بهالطريقة هاي. وهلأ بنجي للي بعدها، جونتي جونتي، بتيجي بمعنى يعني لطيف. طيب لطيفة شلو بتصير؟ جونتي جونتي. شوف الفرق بين جونتي جونتي، لاحظوا شو الاختلاف. اختلف انه مثل كأنه حاطت انا فوق الياء، حاطت شدة، شددتها بالمؤنث، بتشددوها بالمؤنث. هلا بس تشوفوا ال ال دبليو ال بهالطريقة هاي، وبعدها هيك حرف ال لا يقرأ ال ال. جونتي جونتي مثل ما شفتوا بهالطريقة هاي، احفظوها اصدقائي. وهلا بنجي للأخيرة، طبعا هو في كتير بس انا حبيت يعني اختار لكم هدول، لان هدول يعني كتير نحن بنستخدمهم باللغة الفرنسية. نوفو نوفو يعني جديد. نوفيل نوفيل يعني جديدة. وهيك حبايبي بنكون احنا خلصنا الدرس رقم 5. بتمنى انه تحفظوا منيح وتدرسوا منيح. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وانطروني الدرس القادم ان شاء الله. رح ناخذ مع بعض نعمل جملة اسمية بعد ما اخذنا مكونات الجملة الاسمية ودرسنا كل ما يتعلق بالجملة الاسمية بالخمس دروس، من درس رقم 1 لدرس رقم 5. بتمنى منكم اللي ما شاف الفيديو الاول اللي نزلته بقائمة تعلم اللغة الفرنسية اللي هو فهرس اللغة الفرنسية، بتمنى منكم انه ترجعوا عليه وتتفرجوا عليه وتشوفوه، لانه كتير مهم للناس اللي حابة تتابع معي. كتير مهم انه تشوف الفهرس، لانه بالفهرس محدد البرنامج اللي بدي اشتغل عليه بهي السلسلة. وان شاء الله قريبا رح اعمل سلسلة جديدة للغة الفرنسية للمستويات المتقدمة B1 وB2، ورح اعمل كمان للمستوى ادو باذن الله. طبعا احنا هلا عم نعمل المستوى اللي ببلشوا من الصفر لمستوى A1. ديروا بالكم على حالكم اصدقائي، وانطروني فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.